السلام. وكل خير. نحن عندنا ثقة في شعبنا اللي أعطانا المرة الماضية نسبة عالية. عندنا ثقة في شعبنا أنه ماهوش باش يتراجع وإنما باش يزيد القدام إن شاء الله. وعلى كل حال نحن الهدف الأكبر متاعنا قبل فوز النهضة أكبر من هكا هو نجاح العملية الديمقراطية نفسها. نجاح في خطة النهضة فيها بندين، البند رقم واحد هو إنجاح العملية الانتخابية، البند الثاني نجاح النهضة، حيث أولويتنا أن العملية هذه، لأن هذا جوهر الثورة، جوهر الثورة هو الحرية، هو ها اللي نحن فيه توا. كونكم أنتم تسألوا كما تحبوا، أنا نجاوب مطمئن وكل واحد مطمئن باش يرجع لداره، هذا جوهر. وكونه البارح سجلوا 60 أو أكثر من 60 من المترشحين للرئاسة بدون خوف من حد، وكوننا نحن ماشيين الانتخابات ما فيهاش وصاية لأحد فيها، وتديرها هيئة مستقلة منتخبة، هذا هو الثورة نحب نحافظ عليها نحن. كونه بعد ذلك نجحنا في الانتخابات القادمة، اللي ما ينجحش في الانتخابات القادمة اللي بعدها يراجع نفسه ويصلح أحواله. ونحن على كل حال عندنا ثقة كافية بإذن الله أنه شعبنا اللي أعطانا ولاء في الانتخابات متاع 23 أكتوبر 2011 موش بيش يتراجع، لأنه عارف الشقاع وعارف الإعاقات اللي تمت والعرقلة اللي تمت، وبالتالي موش السفن الكبيرة ما تغيرش اتجاهها إلا بعد وقت طويل. فالشعوب الأصيلة ما تعطيش ولاها بين عشية وضحاها، وإذا أعطت ولاها ما تتراجعش بين عشية وضحاها أيضا. الشعب التونسي بعد ذلك هو اللي باش يفرز ما بين هؤلاء العشرات المترشحين، مش باش يفوز منهم بالتأكيد إلا واحد. أكدنا ولا نزال نؤكد أنه نحن ما عندناش مرشح، ما عندناش مرشح نهضوي، لن ننافس على هذا الموقع. ولذلك إذا ترشح سي محمد فريخة فلأنه مستقل ومرشح مستقل موش نهضوي. ونحن على كل حال نصحناه ولا نزال ننصحه بأن ينسحب من هذا السباق، لأنه تجنبا لأي شبهة في أنه النهضة مخبية واحد هكا عاملة واحد مستقل باش تعمل مترشح، لأنه نحن لن نخادع شعبنا، نحن صرحاء مع شعبنا. نحن كونه مرشحناش مش معنا شخصية مؤهلة نحن، ولكن رعاية للتوازنات. نحن نتجنب أي حل فيه استحواذ على السلطة، في حزب واحد يهيمن على المجلس ويهيمن على الرئاسة وعلى الحكومة، لأنه هذا يرجعنا التالي. نحن مازلنا في مرحلة انتقالية، تونس تحتاج فيها إلى حكم الوفاق، إلى حكم المشاركة، إلى حكومة وحدة وطنية، إلى توزيع السلطات ما تكونش بيد حزب واحد. نحن طبقنا هذا، كان حكمنا تشاركيا، ما حكمناش وحدنا، حكمنا مع زوز أحزاب وطنية وعلمانية، وبالتالي نحن أرسينا في بلادنا هذه أول حكم تشاركي بين حزب إسلامي وحزبين ديمقراطيين. عندنا دستور الآن يحكم العملية السياسية، ينظم التنافس، ولذلك كل من قبل بالدستور وقبل بالقانون الانتخابي هو من أبناء الثورة مهما كان ماضيه. إذا عنده في ماضيه الشخصي ما يعاب عليه ثم محاكم، ولكن المحاكم تحاكم الناس فرادة، ما تحاكمش مجموعة مع بعضها. يعني هذا مهمة الهيئة الوطنية المستقلة، أن تراقب التمويل لكل قائمة من القوائم ولكل حزب منه. مصادرنا هو أبناء النهضة، سيكون رئيس توافقي بالضرورة، يعني في النهاية صناديق الاقتراع هي التي ستحسم. إذا ما وصلناش الرئيس توافقي فالشعب التونسي هو الذي سيختار.